خبر أنا أعتقده بقى مهم بجد. ليه؟ ده خبر متعلق بلقمة العيش. لقمة العيش حقيقي، لقمة العيش، رغيف العيش. شعبة المخابز بتقول يا جماعة خلال الأسبوع اللي احنا فيه ده، بالكتير على الأسبوع الجاي هيبقى في عندنا انخفاض 25% من سعر الرغيف السياحي. هم بيقولوا الأسبوع الجاري. أنا أظن تسمع مع بداية الأسبوع، أظن ذلك، بس خلينا ناخد معانا على التليفون أستاذ خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، إزي حضرتك يا أستاذ يوسف؟ الحمد لله، طمنا على لقمة العيش. لا كله تمام إن شاء الله بإذن الله، متوفر وموجود وكل حاجة إن شاء الله تمام إن شاء الله، وفي نزول في الأسعار. حلو. بالنسبة للنزل القمح دي نزل استخراج 72%، نزل من 20 ل 25% أسعار. من اول الاسبوع اللي احنا فيه دوت ان شاء الله، ده قلت كده على اخر الاسبوع اللي احنا فيه ده، يعني على اول الاسبوع الجاي ان شاء الله تسمع خالص عند معظم الناس كلها ان شاء الله باذن الله. احنا رغيف السياحي واصل لكام حضرتك؟ الرغيف احجام، الحجم اللي هو ان شاء الله اللي هو 90 جرام ان شاء الله، بنتكلم ان شاء الله يبقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني يكون بجنيه ونص، يبقى 150 قرش ان شاء الله. ده ال 90 والكبير؟ اه 90 جرام. وفي ال 60 جرام اللي هيبقى 60 او من 60 ل 70 جرام تقريبا، هيبقى هيوصل برضه ان شاء الله لجنيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. لجنيه؟ اه ان شاء الله باذن الله. ده يعني يعني انا كمستهلك مع مديرية تموين القاهرة كشعبة المخابز مع بعض اصحاب المخابز السياحية. حلو. فكنا قاعدين النهارده بنتناقش في الموضوع دوت عشان خاطر نوصل يعني الرسالة لاصحاب المخابز، ان طبعا احنا عايزين المواطن برضه يبقى مرتاح في الفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله حسب توجيهات الدولة، فان احنا نخفض الاسعار، لان دي لما زاد كنا هم رفعوا الاسعار، فدي بالتالي نزل، فلازم تنزل الاسعار زي ما كانت قبل كده موجوده يعني. كلام جميل، كلام محترم. طيب عندي اجتماع مع معالي الوزير ان شاء الله برضه في الوزاره في هذا الشان برضه باذن الله ان شاء الله. طيب عندي سؤالين يا استاذ خالد. اول سؤال هو انه انا كمستهلك هروح اشتري الرغيف ال 60 جرام بجنيه او ال 90 جرام تقريبا بجنيه ونص، مظبوط كده؟ تمام ان شاء الله. حلو، لو انا لقيت انه السعر غير كده، انا المستهلك انا المواطن مع اصحاب المخابز، احنا اللي هيبقى فيهم طبعا قبل كده ما كانش فيهم على رقابه بالنسبه للمخابز السياحيه، اللي بياخد دي حر تداول فرقابه كانت عليه منعدمه، يعني بيخش بس يشوف الاول نوعيه دي المستخدمه عنده قد ايه وقائمه الاسعار عنده، بيحط سعر اللي هو عايزه بالميزان اللي هو عايزه. فالنهارده الدوله تتدخل في موضوع ان لازم تبقى فيه مواجهه للاسواق بالنسبه للاسعار، مش هتاخد دي بقى بالسعر اللي بعد الدوله ده، في افرازات جمركيه حصلت وفي سلع من ضمنها القمح طبعا دخل طبعا في الموالي، والاسعار بالنسبه للدولار نزلت برضه، رايح الاسعار ريحت بعد التعويم الاخير اللي حصل. فبالتالي هنا ده كله تراكم وصلك لسعر القمح كما كان قبل 7/10 اللي فات ده، لو حرب موضوع. بص يعني انا هاخد من كلام دكتور مصطفى مدبولي لما قعد مع كل الشعب وكل الغرف كمان. تمام. الاسعار زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي، قال لو تمام. بتسالوني تنزل مش اقل من 30%، ولكن تمام. اضاف وقال بالمناقشه اتفقنا ان احنا هنتكلم في 20-25% بالتدريج تمام. لحد ما نوصل للنسبه المتعارف عليها. اذا هل اتوقع انه في فتره مقبله بعد كده اوصل لخفض 30% على السعر؟ ليه لا طبعا، نزلنا 25% نزلنا 30-40% كمان. والله احنا بنتكلم في سلعه بتتجاب بالدولار مستورد، القمح بيجي من بره، فبالتالي القمح لو الدولار رايح والدنيا مريحه سعره هينزل طبيعي. جميل. طيب يفضل لي سؤال بقى متعلق بالوزن. اتفضل. هل حضراتكم متاكدين مطمئنين 100% ان محدش هيلعب في الوزن؟ حضرتك احنا قلنا الموضوع ده استرشادي مع اصحاب المخابز السياحيه، احنا النهارده كان عندنا اجتماع معاهم بنحسهم عشان برضه يبلغوا زمايلهم اللي في المناطق المجاوره ليهم والناس اللي حواليهم بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان هو لازم نكون مع الدوله ومع المواطن في الفتره اللي جايه، زي ما سياده الرئيس قال وسياده الدكتور مصطفى مدبولي قال، ان لازم نكون مع قريبين مع الناس وننزل الاسعار زي ما الاسعار كانت طلعت والاسعار غليت واحنا رفعناها، فبالتالي لازم ننزل الاسعار لما نزلت العالميه نزلت. فبالتالي ان شاء الله باذن الله يكون في تجاوب ان شاء الله من ما هو انا بقول الكلام ده ليه يا استاذ خالد؟ انا بقول الكلام ده ليه يا استاذ خالد؟ عشان انا مش عايز بعض، مش هقول لك كل، بعض من المخابز يلعبني، يبقى بينزل السعر بس بيقلل الوزن، يبقى انا كده يا مولاي كما خلقتني. لا احنا ان شاء الله هيحط قائمه بالاسعار، السعر وجنبه الوزن، الرغيف ال 90 جرام
هيبقى سعره كذا، والرغيف ال 60 جرام هيبقى سعره جنيه. اللي يخالف يتعامل فيه ايه؟ لو جات له الرقابه اتفضل حضرتك. اللي يخالف يتعامل معاه ايه؟ اللي طبعا يتعامل معاه اجراء طبعا، يبقى في اجراء ضده طبعا. الحاجه بالسعر الغالي، فالدوله كانت يعني شايفه الدنيا بتغلى والدولار كان غالي والسلع والقمح كان غالي، فبالتالي هم مش قادرين يتكلموا معاهم في حاجه. النهارده لما الدوله ضقت فلوس وعملت الاولويات بالنسبه للقمح والزيوت والمنتجات الغذائيه كلها والعلف والكلام ده كله، فبالتالي هنا وفرت الدولار ودتك الدولار، بقت الموضوع بقى سهل شويه عن الاول. انت كنت بتتكلم على اعتمادات مش موجوده، فلوس مش موجوده، فالنهارده دخلت لك فلوس ما عندكش حاجه تتكلم فيها، فبالتالي لما القمح عالميا ودخل بالسعر الجديد ده، فبالتالي هو انت خدت القمح مرتاح والدي مرتاح، فبالتالي لازم تريح العميل وتريح الجمهور. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. لو انا لقيت مخالفه، انا مواطن عادي ولقيت مخالفه، لقيت الوزن مش اللي هو، لقيت الراجل معلي السعر، تمام، اروح اشتكي لمين؟ في حضرتك هتبقى ان شاء الله في غرفه عمليات في الوزاره، وفيها ارقام تليفونات، وفي خط ساخن في الوزاره برضو، في وجميع المديريات تبقى فيها برضو حاطين تليفوناتهم، والاعلانات دي كلها تبقى على باب المخبز. بالنسبه لصاحب المخبز هيبقى كل مخبز حاطط الاعلان بتاعه اللي هو السعر والوزن على باب المخبز من بره، فانت اللي هيخش يشتري عارف قبل ما يخش يشتري انا هشتري بكام وزن قد ايه. طيب انا ممكن ادخل مكان مخبز ما فاقول له بكام، هيقول لي والله مثلا ده بجنيه وربع، اقول له يا عم ده بجنيه، والله ده اللي عندنا مش عاجبك شوف في حد تاني. تمام، اعمل فيه ايه؟ هي الفكره بقى ان شاء الله باذن الله ده مش هيحصل، الغالبيه كلها اللي يهمه برضه كل واحد يهمه ان هو يشتغل، لما يلاقي اللي حواليه كله بيشتغل بجنيه وبجنيه ونص، وشايف ان في رقابه عليه رايح جاي عليه زي غير الاول خالص، ما كان الاول ما حدش بيجي جنبه، فبالتالي هنا هيبقى اكيد هيلتزم، لان هيتعمل له تقرير وهيتعمل له محاضر، ويبقى فيه محاضر بجنح وقسام وقضايا بالنسبه له يعني. فبالتالي هنا لازم يلتزم زي هيبقى زيه زي غيره في الالتزام ان شاء الله. وده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، اتكلمنا النهارده مع اصحاب المخابز السياحيه النهارده، وبكره بقول لحضرتك ان شاء الله مع الوزير ان شاء الله في اجتماع في الوزاره مع رؤساء الشعب على مستوى الجمهوريه مع برضه اصحاب المخابز السياحيه في هذا الشان، بيتكلم في هذا الشان. 100 100. انا بشكرك جدا استاذ خالد، كل الشكر استاذ خالد فكري سكرتير شعبه المخابز بالغرفه التجاريه.